ولا مشاهدينا مع الأحوال الجوية. نعود مرة أخرى إلى مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا من جديد لكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الغربية معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24، ويكون الجو فيها حار في الأسكندرية 32 23 يكون الجو فيها أيضا حار، في مطروح 30 22 يكون الجو حار، في بورسعيد 36 24 يكون الجو أيضا حار، في الإسماعيلية 39 24 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 38 والصغرى 23 ويكون الجو فيها حار، وفي محافظة العريش 35 22 يكون الجو حار، في طابة 38 22 يكون الجو أيضا فيها حار، في شرم الشيخ 39 27 أيضا يكون الجو حار، في الغردقة 38 28 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 42 والصغرى 24 ويتسم الجو بشدة الحرارة، في أسوان 43 28 أيضا شديد الحرارة، في الوادي الجديد 42 25 أيضا شديد الحرارة، في شلاتين 40 28 شديد الحرارة، وأخيرا في حلايب 34 27 يكون الجو فيها حار. والآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.